كنت في السبيطار وخرجت وقفت في ديك المحطه ديال الطوبيس صافي خارجه كنتسنى واحد السيده صاحبتي طبيبه غادي تديني بالطوموبيل حتى كنشوف هذوك الدراري مولين الطوموبيل البيضاء جايين وفهمتي وتيجريو انا قلت لهم فحال يمكن غير ماشي هما هذوك وانا نقول يا ربي الدراري تخرج لهم هذا السوغان ديالهم على خير وبخير تمو جايين بحال هكا وهم ضربوا هذا ضربوا مسكينه السيد هذا لا ضربوه من اللور هذا ما عليه حتى شي حاجه الوغ ضربوه ودارت الطوموبيل وضربت البوطو صافي هادشي اللي المهم انا هادشي اللي وقع ولكن نورمالمون راه هادوك هما اللي الطوموبيل البيضاء هما اللي زعما السوغان ماشي هو هذاك لان انتوما ماشي في لوتوروت ولا شي حاجه شي اللي بان ليا انا كما كتشوفوا هاد الاكسيدون هادي اللي شفتو نتيجه السرعه المفرطه بالنسبه للطوموبيل فيات من الحجم الصغير اللي كانوا سايقين ثلاثه ديال الشبان باقين يعني باقين صغار نقولوا مينور 16 17 عام وكانوا جايين بواحد السرعه وكانوا سابقوا مول داسيا السيد اللي شفتو جايين بسرعه بغى يورك على الفران ما شفتش ليه الفران ما تحكمش في السياره ديالو لعبات به البولا يعني وقاصو من اللور بديك السرعه هذيك لنتيجه السياره داسيا دارت حتى هو الشخص اللي كان فيها ما تحكمش فيها بديك السرعه يعني جات على غفله وانتم كتشوفوا قاص البوطو وخرج ليه الباك ديالو وهذا الشيء كله من السرعه فهمتيني من السرعه المفرطه هذا الشيء اللي كان